من أكتر المواقف اللي بتحتاج لحكمة في التعامل هي النقد. لا هو صح إن أي نقد يأثر فيك ويغير وجهة نظرك، لأن مش كل نقد بيبقى سليم ولا حقاني، ولا الرفض التام للنقد بدعوى إنك أنت مفكر كويس قبل ما تتصرف فترتفع بنفسك فوق النقد فتفقد نصايح غالية. الموضوع محتاج حكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قسم الناس اللي بتنتقدك لثلاث أنواع: منبه ومربي ومرقي، وكل واحد فيهم ليه طريقة في التقبل والتعامل. المنبه اللي بينتقدك عشان ينبهك، ده إنسان مخلص بينتقد فعلك سواء فهمك غلط أو شايف إن أنت تصرفت تصرف خلاف الأولى. مثلاً أنت مجتهد وباذل قصارى جهدك في الشغل، ومديرك أو واحد صاحبك بيقولك ما تركز شوية تجتهد، مع إن أنت مركز الحمد لله. بص، هو بينبهك لحاجة أنت أصلاً بتعملها، بس هو مخلص وفي الصالح. أو أقولك على موقف تاني: خطأ حصل قدامك وكانت وجهة نظرك السكوت عن الخطأ وإصلاحه بعدين، ده مش الوقت المناسب. واحد صاحبك حواليك مخلص وانت بتحترم وجهة نظره، كان شايف ان ما ينفعش السكوت، كان لازم تنبه وقتها، فانتقد فعلك بإخلاص، ودي وجهة نظر مع احترامه ليك جدا واحترامه لنيتك الصالحة. الشخص المنبه ده المخلص ده إياك ان انت تلومه على انتقاده ليك، بل اشرح له وجهة نظرك باهتمام وخد كلامه ليك كأنه من ربنا تذكرة بالصح حتى لو بتعمله. فاكر لما ربك قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين؟ هم مؤمنين صالحين بس برضو محتاجين تذكرة. اوعى تكون من الناس اللي ربنا قال عليهم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أشكر الشخص المنبه ده اللي بينتقدك في حاجة أنت أصلا بتعملها، لعل ربنا بيذكرك بيها عن طريقه. ده المنبه. الصنف الثاني هو المربي، شخص صاحب خبرة وعلم ورؤية بينتقد تصرفك وبيخطئك لكن بحب وإخلاص وبمنطق ودليل، وأظهر لك بالدليل خطأك. الشخص ده نعمة وحافظ من ربنا سبحانه وتعالى عليك. ربنا بيقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هتلاقي اللي بيعقب عليك عشان يحفظك بأمر ربنا سبحانه وتعالى. الشخص ده تشكره بصدق وتاخد كلامه محمل التدبر بنية التغير، وتطلب منه النصيحة الدائمة لأن هذا الإنسان ناصح أمين. وبالمناسبة في اللغة العربية كلمة نصيحة تحمل معنى النقد الخالص من الغل والغيرة. يقولك نصحت العسل يعني نقيته من الشوائب، فده نصيحته مخلصة ليك. فاكر لما سيدنا سلمان الفارسي شاف أبو الدرداء سايب حق بيته وحق مراته بل وحق نفسه عشان يعبد ربنا كتير، قال له إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولربك عليك حقا. فلما راح لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كأنه قال لسيدنا أبو الدرداء اسمع انتقاد الخبرة واحترمه، قال صدق سلمان. يبقى المربي اللي بينتقد فعلك باحترام لكن بمنطق تشكره جدا، ده حارس من الله عليك. الصنف الثالث من الناقدين بعد المنبه والمربي هو المرقي، وهو شخص بينتقد نقد غير بناء، بيسفه شخصك ويسخر من رأيك بتعالي وبدون منطق. الغيرة وحب الظهور ظاهر في كلامه، وده اللي ربنا قال لك عليه تعرض عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وده هيرقيك في الدنيا بالنضج والصبر وهيعلي مقامك في الآخرة. وده اللي سيدنا عمر بن الخطاب عمله يوم عيينة ابن حصن قال له إنك لا تعطي الجزل، يعني بوفرة لا تعطي الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، بخيل وظالم قدام الناس. وسيدنا عمر هو أبو الكرم وأبو العدل، وبيقول له الكلام ده بدون منطق. فغضب سيدنا عمر، فأحد الجلوس ذكره قال يا عمر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فتوقف سيدنا عمر وكان وقافا عند كتاب الله. يبقى الناقد المنبه اللي بينتقدك في حاجة أنت أصلا بتعملها أنت متفق معاه بس برضو بينتقدك، ده بيذكرك فتاخد منه الكلام على سبيل التذكرة. اتنين، المربي اللي بيغلطك بمنطق ودليل وأدب، تدبر في كلامه واشكره عشان تتغير عن طريقه. ثالثا، المرقي اللي بيسفه منك وينتقدك بدون منطق، ودي إساءة، الإعراض عنها يرقيك في الدنيا وفي الآخرة. فاللهم أرنا الحق وثبتنا على الحق واشرح صدورنا
لقبول نصائح الحق من الصالحين الصادقين.